أدميرال إيسوروكو ياماموتو الجزء الرابع والأخير والأخطر في حياته، الجزء الغير مذكور في أي أفلام أو وثائقيات عن إيسوروكو ياماموتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسني وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج وور باس، برنامج أخسر وور أند بيزنس، الحرب والبيزنس. قفلنا الحلقة اللي فاتت مع هزيمة اليابان في معركة ميدواي، وزي ما قلت معركة ميدواي هي كانت نهاية الزخم والتفوق الياباني في الحرب العالمية الثانية، لكن تغيير اتجاه الحرب فعلا حصل بعد حملة جوادالكانال. لكن قبل ما نبدأ لازم نقف وقفة نظام هنا ونقول الآتي: اليابان وقعت في فخ الأوفر كونفيدنس اللي هي الثقة الزايدة عن اللزوم واللي بيترتب عليها الكومبليسنسي أو التراخي، وده نفس الفخ اللي وقعت فيه ألمانيا قبل غزو الاتحاد السوفيتي في يونيو 1941. اللي حصل مع اليابان هو انهم اعتمدوا على ان اللغة اليابانية لغة صعبة وهم بس اللي بيتكلموها، وده على عكس اللغة الانجليزية اللي دول كتيرة جدا بتستخدمها. وبناء عليه البحرية اليابانية اعتبرت ان شفرتها المعتمدة على اللغة اليابانية شفرة مستحيل فكها او كسرها، ودي خطورة الكومبليسنسي. اليابان بعد معركة ميدواي كان من الطبيعي جدا ان هم يراجعوا شفرتهم ويغيروها، لانهم تحولوا من موقف الصياد الى موقف الفريسة، لكنهم بعد معركة ميدواي ما عملوش كده، وده بسبب الكومبليسنسي. والخطأ ده البحرية اليابانية كلها وقعت فيه وعلى رأسهم ياماموتو. الخطأ ده هيكلف اليابان الحرب وهيكلف ياماموتو حياته نفسها. ونرجع لحملة جوادالكانال. حملة جوادالكانال واحدة من أشرس الحملات على مدار الحرب العالمية الثانية. في خلال الحملة ياماموتو بيشتبك مع الأسطول الأمريكي في معارك حملات طائرات ومعارك سفن حربية. معارك حملات الطائرات بيقودها بنفسه. في سبتمبر 1942 معارك جزر السولومونز، وفي أكتوبر 1942 معارك جزر سانتا كروز، بالإضافة لمعارك السفن الحربية في سافو آيلاند وكيب إسبرانس. في خلال المعارك ياماموتو بيكلف الأسطول الأمريكي خسائر كبيرة، ولكن مشكلته كانت نفس مشكلة ألمانيا، وهي إن خسائره كان صعب جدا تعوضها، وده على عكس الخسائر الأمريكية. وبالتالي اليابان كانت ماشية بخطة ثابتة ناحية الهزيمة، وفعلا بتخسر اليابان حملة جوادالكانال. الفصل الأخير في حياة ياماموتو بيبدأ في إبريل 1943. بعد هزيمة جوادالكانال بيقرر ان هو يعمل جولة تفقدية لرفع الروح المعنوية للمقاتلين. الجولة التفقدية هتكون في جزر السولومونز وجزر سانتا كروز. ولكن بما ان شفرة البحرية اليابانية مكسورة ومفكوكة، كان رصد تحركات ياماموتو امر طبيعي جدا. الشفرة اليابانية كانت مكسورة لدرجة ان الامريكيين قدروا يعرفوا عدد وطرازات الطيارات اللي ياماموتو بيستخدمها في تحركاته. 18 ابريل 1943، وعلى الرغم من معارضة القادة المحليين، ياماموتو بيكمل الجولة التفقدية. ياماموتو والفريق المصاحب ليه بيتحركوا في طيارتين من طراز ميتسوبيشي G4M، ولاعة السجائر الطائرة اللي اتكلمت عنها في الجزء الثاني عن ياماموتو. ولتوفير الحماية بيكون معهم 6 طيارات من طراز زيرو. ولضمان القضاء على ياماموتو الامريكيين بينصبوا كمين من 16 مقاتلة من طراز B38 Lightning. المقاتلة B38 Lightning هي أفضل مقاتلة في الحرب العالمية الثانية من إنتاج شركة لوكهيد، ونركز في الاسم ده كويس جدا لأنه هيتكرر معانا قدام كتير وإحنا بنتكلم عن الحرب والبزنس. في الكمين بيتم إسقاط كل الطائرات اليابانية. موت ياماموتو كان ضربة قاسية للروح المعنوية لليابان، لدرجة إن هما ما أعلنوش عن موته غير بعدها بشهرين في يونيو 1943. بعد موت ياماموتو هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية كانت حتمية أسرع. ويجي هنا سؤال مهم: ليه اسم ياماموتو ارتبط باسم اليابان في الحرب العالمية الثانية؟ الارتباط ما بين اسم ياماموتو واليابان في الحرب العالمية الثانية كان ليه 3 أسباب. السبب الأول هو دوره المتشعب داخل اليابان، دوره في حملات الطائرات، دوره في إعادة تنظيم سلاح البحرية، دوره في تصميم طيران البحرية، ودوره السياسي داخل اليابان. السبب الثاني هو موقف المعارض للحرب بشكل عام والحرب ضد أمريكا بشكل خاص، وده اللي ولد حالة من التعاطف معاه في أمريكا واليابان بعد الحرب. وأدى للسبب الثالث وهو تجسيد شخصية ياماموتو في أكثر من 12 فيلم أمريكي وياباني. وفي نهاية رحلة ياماموتو مع اليابان كان لازم نناقش شخصيته القيادية بمميزاته وعيوبه. مميزات ياماموتو هي: أول ميزة أنه هو كان محب للتطوير، وده على عكس طبيعة اليابان التقليدية المعتمدة على تقاليد الساموراي، وده اللي خلى ليه أدوار متشعبة داخل اليابان. الميزة التانية أنه هو كان عقلاني في سياساته. ياماموتو على الرغم من كونه شخص عسكري إلا أنه كان معارض بشكل عام للحرب وبشكل خاص للحرب مع أمريكا، ودي ميزة نادرة في معظم العسكريين، ودي ميزة مهمة جدا في الشخص العسكري أنه هو يكون عقلاني في سياساته.
الميزة الثالثة ان خطته للهجوم على ميناء بيرل هاربر كانت خطة ممتازة، ولكن التنفيذ كان سيء، وده بسبب تشويتشي ناجومو. لو تم تنفيذ خطة بيرل هاربر بالطريقة اللي ياماموتو عملها كان ممكن وضع الحرب يختلف. اهم عيوب ياماموتو هي التارجت فيكسيشن والكومبليسنسي. التارجت فيكسيشن او تثبيت الهدف هو التركيز على هدف واحد بس مع اهمال باقي الاهداف التانية، وده ظهر في تصميم طيران البحرية اليابانية بالتركيز على المدى واهمال الحماية. ياماموتو نفسه هيكون ضحية التارجت فيكسيشن لانه هيموت في واحدة من الطيارات اللي هو صممها. المثال التاني على التارجت فيكسيشن هو الكايدو بوتاي او المجموعات القتالية، وهو وضع حملات الطائرات في مجموعة قتالية واحدة بهدف تركيز القوة، ولكن مع تركيز القوة بيكون في تركيز الخطر، وده اللي اليابان هتدفع ثمنه في معركة ميدوي بغرق 4 حاملات طائرات. العيب التاني هو الكومبليسنسي. ياماموتو على الرغم من معرفته القوية جدا بالامريكيين وقدرتهم على التطور والتأقلم ما حاولش يغير شفرة البحرية اليابانية بعد هزيمة ميدوي، وده بسبب احساس الكومبليسنسي بان الشفرة اليابانية لا يمكن فكها وهيدفع حياته نفسها ثمن الخطأ ده. وبكده بتنتهي رحلة إيسوروكو ياماموتو مع اليابان، واتمنى انها كانت رحلة ممتعة. بنهاية الكلام عن إيسوروكو ياماموتو هنوقف الكلام مؤقتا عن الشخصيات القيادية والإدارية والعسكرية، وزي ما قلت مؤقتا لاننا ان شاء الله مستقبليا راجعين تاني بشخصيات جديدة. اما الخطوة الجاية نربط حزام الامان عشان عندنا رحلة طيران، رحلة ممتعة جدا وهنمر فيها بمحطات كتيرة من ضمنها الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية وحرب كوريا وحرب فيتنام. لكن رحلة الطيران محتاجة استعداد، فلازم نحضر نفسنا الاول. وبكده اكون وصلت لنهاية الحلقة. اذا عجبتك الحلقة دوس لايك ما تنساش، واشترك في القناة لو مش مشترك، واهم حاجة رأيكم في الكومنتات. رأيكم مهم جدا لانه فرصة لتبادل الاراء والافكار، وفي نفس الوقت بيساعدني ان انا احسن المستوى. واخيرا شير في الخير وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.